طبعا. طيب احنا وصلنا دلوقتي لفقره اسمها فقره الجمهور. انت كانت علاقتك ايه بالجمهور وانت بتلعب؟ كويسه جدا طبعا. جدا؟ طب ما تعال نشوف بقى نطبق كلامك على كلام الجمهور، شوف الجمهور هيقول عليك ايه. كابتن محمد ابو العز هو كابتن من كباتن النادي، ماشي في الجيل العظيم مع كابتن شاذلي وكابتن مصطفى رياض، كابتن شاكر عبد الفتاح، فهم من ضمن الناس اللي هي عملت النادي ككرة قدم. هقول عنه التاريخ كله والادب كله والاحترام كله. وانا مامت عبد الرحمن مجدي نجم منتخب مصر ونادي الاسماعيلي، وكابتن ابو العز سند مش فاكره سنه كام، بس هو اللي صعد ابني وداه مع الكابتن معتمد جمال في منتخب مصر. ده راجل قمه الادب والاخلاق. كابتن محمد ابو العز من تاريخ نادي الترسانه وتاريخ الكوره حاجه مشرفه جدا جدا جدا، يعني كان مدرب منتخب مصر لفتره طويله، وهو حد من الناس الكويسين جدا ومن الناس اللي بتتبنى اي حد من قطاع الناشئين. نجم نفتخر بيه كلنا وبوجوده، ان هو من ابناء نادي الترسانه ومن نجوم نادي الترسانه، من الناس اللي احنا فعلا كنا دايما لما وانت صغير بتطلع تلاقي كابتن ابو العز وفلان وفلان وفلان، تبقى عايز تبقى زيهم، بليك اسمك وتاريخك ووضعك. كابتن ابو العز هرم من اهرامات نادي الترسانه زيه زي كابتن مصطفى رياض، كابتن شاذلي، كابتن حسن علي، دول تاريخ نادي الترسانه ودول الاهرامات، هم دول اللي بنوا اسم نادي الترسانه. ومعهم كان الكابتن شاكر والعيال كتير، يعني ده رمز من رموز مصر مش ترسانه بس. محمد ابو العز لعيب منتخب مصر ونادي الترسانه ومدرب منتخبات مصر كلها، كان مع الكابتن الجهر مدرب العيال، طبعا ده اسطوره مصر. كابتن محمد ابو العز قيمه وقام حاجه، يعني حاجه ده اسطوره من اساطير مصر في كره القدم. من رموز نادي الترسانه مع الكابتن شاذلي وكابتن مصطفى رياض، كابتن محمود حسن، كابتن رافت مكي، وبالاخص كمان كابتن محمد ابو العز من الناس كمان اللي هي ليها بصمه كمان في منتخب مصر، لانه اشتغل مع الكابتن جوهري، فطبعا دي كانت اضافه جامده جدا في تاريخه وتاريخ نادي الترسانه. قيمه وقام في نادي الترسانه وتاريخ كبير ومشرف، وهو كان لاعب كبير ومدرب قدير جدا 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 يعني. شوف احنا اللي جايبينهم دول جايبينهم من نادي الترسانه، ونادي الترسانه معرفش هم قالوا الكلام ده بقى خايفين منك ولا لا، انما في ود وحب بينك وبين ما ابناء نادي الترسانه. هي دي اللي بتستديم يعني، وانت بتلعب ونجم ما تتعلاش على الجمهور. نعم، لان الجمهور ده مهم جدا جدا جدا، ويكفي السمعه الجيده اللي هي الباقيه، لان ما حدش يقدر يعمل سمعته بنفسه، سمعته بعلاقاتك وبحياتك وبأسلوبك في التعامل مع الناس.